بعث حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى آل خليفه عاهل البلاد المفداح حفظه الله ورعاه برساله شفويه الى اخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير دوله قطر الشقيقه تتعلق بالعلاقات الثنائيه بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيله بتعزيزها وتطويرها وقام بنقل الرساله مع علي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله ال خليفه وزير الداخليه، وذلك خلال استقبال سمو امير دوله قطر له والوفد المرافق في مكتبه بالديوان الاميري القطري صباح اليوم. حضر المقابله مع علي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفه ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليه بدوله قطر الشقيقه.